في مواجهة حياة أو موت ولا تقبل القسمة على اثنين، الأهلي يواجه بيراميدز الشهير بالطموح الذي يدير بعض الهواة وكارهين النادي الأهلي. متابع المشجع مع أحمد لايك وشير ومتابعة للصفحة وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة والقائمة المبدئية للنادي الأهلي، وجماهير النادي الأهلي تتحدى مجلس إدارة بيراميدز بقيادة ممدوح عيد وقامت بشراء التذاكر بعد ارتفاع سعرها ل 200 جنيه. موعد المباراة يوم الاثنين الموافق 22 يوليو التاسعة مساء على ملعب الدفاع الجوي. كانت اختارت لجنة الكرة واتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم اسباني مشبوه، طاقم تحكيم اسباني اتهم قبل كده بالرشوة وتوقف الحكم 6 شهور، فلماذا حكم ضعيف في مواجهة ستحدد بشكل كبير بطل الدوري المصري الموسم الحالي؟ قائمة النادي الاهلي المتوقعة من مارسيال كولر في حراسة المرمى كلا من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفولي، خط الدفاع محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، وفي خط الوسط اليو ديانج والعريس مروان عطيه وامام عاشور واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه وكريم ندفد وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم كهربا ووسام ابو علي. دي القائمه المبدئيه المختاره من مارسيال كولر لخوض المواجهه المرتقبه أمام بيراميدز. إدارة بيراميدز رفعت الأسعار، إدارة بيراميدز تحدد جماهير النادي الأهلي وتحدد إدارة النادي الأهلي، ولكن جماهير الأهلي اشترت التذاكر بالكامل. مجلس إدارة النادي الأهلي دفع ثمن التذاكر تعويضا لجماهير النادي الأهلي. ما بالك جماهير بتغني يوم ما بطل أشجع هكون ميت أكيد، مش هتدفع 200 جنيه علشان تتفرج على فرقتها في مباراة أمام فريق طموح. كنت فين وانت بتعلي سعر التذاكر وانت مش متوقع رد فعل جماهير النادي الاهلي؟ تشكيلة النادي الاهلي المتوقعة لخوض مباراة بيراميدز في المباراة القادمة: في حراسة المرمى متواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، وفي خط الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، على الجنب اليمين عمر كمال عبد الواحد، وفي الجبهه اليسرى كريم فؤاد، وفي خط الوسط اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور اللي كان عليه شغل كتير جدا في مباراه بيراميدز في المباراه الاولى نجحوا منهم ان هم يوقفوه، يعني مهند لاشين نجح في ايقاف خطوره امام عاشور بنسبه كبيره جدا، ولكن امام عاشور ان شاء الله دي المره دي يكون مركز، يكون في كامل تركيزه ويصنع الفارق للنادي الاهلي. في الهجوم وسام ابو علي، وبيعود بيرسي تاو وحسين الشحات في ثلاثي هجوم النادي الاهلي. المباراه التذاكر اشتروها الجماهير، مجلس اداره النادي الاهلي عوض الجماهير على تذاكر المباراه. لعيبة النادي الاهلي عارفة قيمة المباراة قد ايه؟ مارسيال كولر عارف قيمة المباراة قد ايه؟ جمهور النادي الاهلي ما يتوصاش في التشجيع، جمهور النادي الاهلي ما يتوصاش في المشاهدة امام التلفزيون، فجماهير النادي الاهلي بالملايين سواء في مصر، في افريقيا، في الوطن العربي، في العالم بالكامل، جماهير النادي الاهلي بالملايين. كل التوفيق للنادي الاهلي وتحقيق الثلاث نقاط على حساب بيراميدز، كل التوفيق ان شاء الله، واعطاء بيراميدز درس كروي داخل ارضية الملعب والفوز بالثلاث نقاط ان شاء الله. على الفوز ناويين، على الانتصار مصممين ان شاء الله لعيبة النادي الاهلي لتحقيق الثلاث نقاط على حساب الطموح قادرين. كل التوفيق للعيبة النادي الاهلي والفوز ان شاء الله في مباراة غدا. لايك وشير وسبسكرايب ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك من كل محبين النادي الاهلي.